أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أردت أن أشارك إخواني وأخواتي المهتمين بعلم القراءات والإجازات والتلقي عموما، لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلقى القرآن عن جبريل، وتلقاه عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم مشافهة، ومشافهة عرفها العلماء بعدة تعاريف، منها قول الجوهري رحمه الله: المشافهة أي مخاطبة فيك إلى فيه. وقال ابن الجزري رحمه الله: لا بد في القراءة من المشافهة. وقال ابن سيدة رحمه الله: يقال شافهه أي أدنى شفته من شفته فكلمه مشافهة. وقال ابن الأثير رحمه الله عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما قال: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مشافهة وتلقينا. ولكن أيها الإخوة والأخوات، أحيانا قد لا تتأتى هذه المشافهة، حيث يكون المجاز بعيدا عن المجيز، أو المجيز بعيدا عن المجاز، أو كلاهما في مجلس واحد ولكن المجاز أعمى، أو المجيز أعمى، أو كلاهما أن يكون أعمى، وقد صار وحصل لبعض القراء، ونأتي على ذكر ذلك إن شاء الله. ونستدل بحديث عائشة رضي الله عنها، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد في بيتها فسمع رجلا يقرأ القرآن، فقال: رحم الله فلان، أذكرني آية كذا وكذا، أسقطتهن من سور كذا وكذا. قال البخاري رحمه الله: زاد عباد بن عبد الله أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تهجد في بيت عائشة فسألها: أعباد هذا؟ قالت: نعم. فقال: اللهم ارحم عبادا، فأذكره هذه السور أو هذه الآيات دون أن يراه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة وهو كان في المسجد. ولست هنا في هذه الكلمة لأذكر الخلاف بين العلماء في من يجيز التلقي أو الإجازة عن بعد، فهذا باب ثاني، ولكن باب اللطائف أن نذكر هذه الفوائد. وكذلك حديث أم هشام بنت حادثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد قرابة سنتين أو سنة وبضع سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من رسول إلا عن رسول لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بها حين يخطب الناس يوم الجمعة. وهناك من القراء من أجاز أو أجيز وكانوا عميان، فنذكر منهم الإمام أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي المتوفى سنة 74 للهجرة، الذي تلقى القرآن عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك الإمام عمرو بن الصباح الكوفي الذي أخذ القرآن عن حفص وكان من أحداق طلابه. وكذلك الإمام أبو عمرو الدوري أحد الرواة العشرة، راوي أبي عمرو البصري وعلي الكسائي. وكذلك جعفر بن أسد المعروف بن الحمامي. وقال الذهبي رحمه الله: قال عبد الله عبد البقر بن الحسن كان في حلقة الإمام بن مجاهد 15 ضريرا يتلقون القرآن. وكذلك الإمام القاسم بن فيروه الشاطبي، ومن المتأخرين كذلك الإمام محمد بن أحمد المشهور أو الشهير بن متولي. وهناك أحيانا وقد صار أن يكون المجيز أعمى والمجاز أعمى، فالإمام أبو عمرو الدوري رحمه الله أخذ عنه الإمام بن الحمامي وكان كفيف البصر، فالشيخ كان أعمى والتلميذ كان أعمى. والإمام الشاطبي رحمه الله أخذ عنه تلميذه الكمال وهو كذلك ضرير، وكذلك أخذ عنه علي بن شجاع المعروف بسير الشاطبي وكان ضريرا. فهؤلاء العلماء جمع الله عز وجل لهم هذا الفضل وهذا الخير، وكتب الله لهم القبول وانتشرت شهرتهم في الآفاق. ومن لطائف الأسانيد أن سند حفص من طريق الإمام أحمد عبد العزيز الزيات رحمه الله أن في سنده 9 من الرواة كلهم كان كفيف البصر، أولهم أبو عبد الرحمن السلمي وعمر بن الصباح وسيف الدين الفضالي وعلي الهاشمي والشاطبي
وغياث اللخمي وعلي بن شجاع ومحمد بن أحمد متولي وصاحب السند أحمد بن عبد العزيز زياد رحمه الله الجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بصيرة في الفؤاد وأن يوفقنا وإياكم لخدمة كتابه ولا تكون العوائق دون كتاب الله عز وجل كبيرة في أعيننا، فإن العمى أن يكون في القلب لا في العين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمحبته ورضاه، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.